بعد توقف دام لثلاثة أسابيع متتالية تجددت مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان المسيرة مستمرة، في تأكيد من الفلسطينيين على مواصلتها رغم تهديدات الاحتلال بقمع المتظاهرين واستخدام القوة المميتة بحقهم. لا أحد يستطيع أن يتنازل عن مسيرات العودة ولا عن الخيار الاستراتيجي الأولي لهذه المسيرات ألا وهو كسر الحصار. آلاف المشاركين زحفوا للمناطق الحدودية المتاخمة لقطاع غزة، رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعم حق الفلسطينيين في القطاع بالحياة والحرية، فيما طالب المشاركون فيها برفع الحصار الفوري والكامل عن قطاع غزة. جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية وخلف الكثبان الرملية فتحوا نيران أسلحتهم صوب المتظاهرين الذين بدأوا يتوافدون إلى مناطق التجمعات الخمسة التي تجري عندها فعاليات المسيرات، ما أدى إلى إصابة 40 مواطنا بجراح مختلفة، بينهم فتاة أصيبت بطلق مطاطي مغلف في عينها مما أدى لفقدانها العين اليسرى، في جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل. الهيئة العليا لمسيرات العودة أكدت أن المسيرات أداة كفاحية والقرار الذي يتخذ بشأنها هو قرار وطني، واستمرارها هو خيار من خيارات المقاومة ووسيلة من وسائل الوحدة الوطنية التي تجسد مسيرة نضال وكفاح الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم المسلوبة. علم الدين صادق، القناة التاسعة، غزة فلسطين المحتلة.